بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة مع رحال. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الرجولة في الصبر. بتدور أحداث حكايتنا النهاردة عن طفل يتيم كان عايش برفقة عمه لحد ما بلغ من العمر 16 عام. وقتها كان الطفل ده بيحب بنت عمه جدا وراح ليطلب إيديها منه، فقال له عمه عندما تكبر وتصبح رجلا والرجولة في الصبر. مرت الأيام والشهور والسنين وبقى عمر الفتى 20 عام، فرجع وطلب من عمه أن يتزوج من بنته، فقال له عمه المرة التانية نفس الكلام عندما تكبر وتصبح رجلا والرجولة في الصبر. بعد كده ولما بلغ الفتى 23 عام رجع للمرة التالتة يطلب من عمه إيد بنته، فكان رد عمه زي كل مرة عندما تكبر وتصبح رجلا والرجولة في الصبر. لكن في المرة دي ترك اليتيم بيت عمه وخرج، وكان يائس وهايم على وجهه في الصحراء. وفي أحد الأيام رزقه ربنا بعمل وكان مربح، وفضل يشتغل ليل ونهار، وكان دايما بيفكر في عمه وبنت عمه. وفي خلال فترة عمله دي جمع مال كتير أكتر من اللي كان جمعه بأضعاف مضاعفة وهو في بيت عمه. وفي يوم من ذات الأيام رجع اليتيم لعمه وكان فرحان جدا. وقتها كان معتقد أنه خلاص عمه هيوافق أنه يزوجه بنته، وأنه بقى كده أصبح رجلا زي ما هو عايز. فأعطى عمه كل ما جمع من المال وطلب منه إيد بنته لمرة تاني، فقال له عمه نفس الكلام عندما تكبر وتصبح رجلا والرجولة في الصبر. المرة دي خرج اليتيم من بيت عمه للمرة التانية وكان حزين جدا جدا وهايم على وجهه في الصحراء. ومع حرارة الصحراء الشديدة كان اليتيم بيكابد ويكافح حرارة الصحراء وألام الجوع والعطش. وفي طريقه عثر على بئر مية كان في بيت لأعرابي في الصحراء. وقتها كان بلغ منه العطش مبلغ كبير جدا. اقترب اليتيم من البئر فإذا بقربة ماء كانت معلقة في الظل وبيداعبها الهواء. نادى اليتيم على صاحب البئر لعله يبل عروقه ولو بقليل من الماء. فخرجت لي ابنة صاحب البئر. استأذن اليتيم من الفتاة إنه يشرب من الماء فأذنت له. ولما أمسك قربة المية ووضعها على شفتيه ويدوب شرب رشفة بسيطة من المية الباردة، فجأة جت الفتاة واختطفت القربة من بين شفتيه. اتعجبت اليتيم جدا واحتار من أمرها، وكان في أشد العجب والحيرة من تصرفها ده. إزاي تخطف من فمه قربة المية وهو بيعاني من عطش الصحراء؟ وكانت معاناته شديدة جدا. فطلبت الفتاة من اليتيم إنه يدخل ديوان والدها الغائب عن البيت، وقدمت له شاه وأحسنت ضيافته وأكرمت نزله كأفضل ما يكرم العربي ضيفه. بعد كده جات له بقربة المية وطلبت منه أنه يشرب منها زي ما هو عايز. أكل اليتيم وشرب وحمد ربنا وشكره على فضله ونعمه، لكن فضل مستغرب من تصرف الفتاة دي. فسألها لماذا رفعت القربة عن فمي وأنا شديد العطش؟ فأجابت الفتاة أن الرجولة في الصبر. وهنا اتعجب اليتيم غاية العجب، وكان متلهف وبيقول لها إنني أبحث عن هذه الجملة منذ 10 سنين ولم أيأس، لقد بعثت الحياة بداخلي من جديد، فما تفسيرها أيتها الفتاة؟ قالت له لو شربت من ماء القربة حتى ارتويت لما أكلت من الطعام الذي أعددته لك كما أكلت الآن. فالرجولة في الصبر. سألها اليتيم أين أبوك؟ فقالت له إن أبي يسقي الماء بالماء. ثم سألها أين أمك؟ فقالت له أمي تخرج كل يوم لتغضب الله. فتعجب وسألها أين أخوك؟ قالت أخي يشاجر الهواء. فزاد استغرابه وتعجبه من كلامها، فقال لها إنني أسمع منك كلاما عجبا، فهل من تفسير لما تقولين؟ قالت نعم لك ذلك. أما أبي الذي يسقي الماء بالماء فهو يمتلك مزرعة زرعها بنبات البطيخ، والبطيخ ماء يرويه أبي بالماء. وأما أمي التي تغضب ربها فتذهب كل يوم إلى المقبرة تبكي على ولد لها أخذ الله وضيعته سبحانه وتعالى، ثم تعود لاطمة خديها ناشرة شعرها ممزقة ثيابها. أما أخي الذي يشاجر الهواء فهو يخرج إلى الغابات كل يوم يصيد الغزلان والأرانب وما شاء الله له من رزق الصيد. وإنني هنا كما تراني وحيدة صابرة في البيت، وعلى الرغم من أنني أنثى فإنني أصبر صبر الرجال. فالرجولة في الصبر. وهنا استأذنها اليتيم في الانصراف، فانصرف ورجع لبيت عمه علشان يطلب إيد بنته من جديد. ولما العم قابل ابن أخوه اليتيم قال له
أين المال؟ فقال اليتيم: لا يوجد معي مالا. فقال العم: فأين الرجولة إذن؟ فقال اليتيم: الرجولة في الصبر. فقال العم: الآن أزوجك ابنتي، فالمال لا يخلق رجالا، بل إن الصبر هو الذي يخلق الرجال، ولك مني فوق ابنتي مزرعة كبيرة وبيتا وقطيعا من الحلال. أما الرجولة في الصبر فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا الصبر على قضائك وارضنا بما قضيته لنا، فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة. أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.